الشيء اللي لبسناه وحسسنا حالنا انه نحن محميين، هو بالعكس نحن ابدا مش محميين. وهيدي التجربه لاحظتوا كل ما نفخت على القديحه عم تطفي، يعني بسهوله باي هواء عم يمرق عم تطفي. يعني الشخص يلي عم بياخذ الهواء من برا عم بفوت لعنده، والشخص اللي اذا كان مريض عم بيطلع المرض من عنده للناس التانيين. رح فرجيكم الكمام التانية يلي هي ممكن تحمي. هاي الكمامة يلي منيحة وأصلية وفيها ثلاث طبقات، وهلأ أنا رح أقص واحدة وفرجيكم قديش فيها طبقات وقديش درجة الحماية اللي بتحميها. لاحظتوا ما عم تطفي، حتى ضغطت أكثر من الأول، أكثر من أول مرة وما كانت تطفي. هيدي الكمامة اللي ممكن تحمينا، ورح فرجيكم هيدي الكمامة من شو مألفة. أنا حقيقة جبت كمامة وقصيتها. هيدي أول طبقة الزرقاء، وهي الطبقة الثانية اللي بالنص اللي هي الفلتر، وهيدي الطبقة الثالثة اللي بتكون من الداخل. مش هناك نحن بنسميها، هيدي اسمها 3 بلاي، يعني ثلاث طبقات، كل وحدة بتقطع شيء منهم. أنا بتمنى على أهلنا وناسنا هيدا الفيديو يعمموه على أهلهم وناسهم وحبايبهم وكبار الكبار بالعمر اللي عندهم وولادهم، لحتى يوعوا شوفوا شو عم بيصير بهالبلد بغض النظر. கேட்டுنده நீ அர்த்த நோக்கி கோல கேட்டுல தத்த தத்தலுக்கா வெறுதே அடிச்சு விடுன்னு.